الحمد لله تلقيت واحد الخبر سعيد هذا النهار هذا بالصلح ديال الطرفين، انهم توصلوا لواحد الحل اللي هو ديال الصلح، وحنا كدفاع ما علينا الا نتمنوا هذا الصلح هذا ونمشيو فيه وندافع. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا وقبل كل شيء تنرحبوا بالضيوف ديالنا الطاقم الصحفي والاستاذ عبد الفتاح جراس اللي جانا من الرباط وشرفنا في هذه المدينه ديال ازرو وشرفنا في المكتب ديالنا، نيابه عن الموكي ديالنا السي يونس العقيد والوالدين ديالو الحاج قدور ولا لا حدا. جينا انا والاستاذ عبد الفتاح جراس بحكم تنوبوا على السي يونس في الدعوه ديال الطلاق اللي دار ضد الزوجه ديالو سميره الطويل. الحمد لله تلقيت واحد الخبر سعيد هذا النهار هذا بالصلح ديال الطرفين، انهم توصلوا لواحد الحل اللي هو ديال الصلح، وحنا كدفاع ما علينا الا نتمنوا هذا الصلح هذا ونمشيو فيه وندافعوا عليه. وفعلا تمكنا بمعيه الاستاذ عبد الفتاح جراس الى المحكمه الابتدائيه بازرو قسم قضاء الاسره، وضعنا تنازل على الدعوه وبتنسيق مع الدفاع ديال الطرف الاخر الاستاذه علوي مضغري بشرى من الهيئه ديال فاس. وما علينا الا نوقفوا هذه الاجراءات هذه بحكم هذا الصلح هذا اللي توصلوا له الطرفين، وما نطلبوا لهم غير التوفيق للخير ان شاء الله والله يجازيهم بخير، حتى هما اللي يعني كل من ساهم في هذا الصلح هذا والوصول لهذا الحل هذا الحبي بين الطرفين تيبقى مشكور. والله يوفقهم الخير ان شاء الله، الله يوفقهم الخير، الله يوفقهم الخير.